دلوقتي هنعمل كده وصفه لطيفه وسريعه. هي الماربل كيك. الماربل كيك دي دايما بنعملها كنا بالفانيليا والكاكاو. لو تلاحظوا ايه، بندخل لونين مع بعض ونفضل نحط شويه ابيض وشويه شوكولاته وشويه، لما تدي الشكل الرخامي. ماربل جايه من الرخام، عارفين الرخام لما يبقى مجزع كده وجميل. دلوقتي بقى احنا هنعملها، بس ممكن نزود فيها الوان تانية، ممكن نعمل اكتر من لون مش بس لونين بالكاكاو والفانيلا. طيب اللي هنا عندي مثلا الخطوه الاولى هعمل فيها 250 جرام من الزيت، عندي يعني تقريبا كوبايه، عندي 3 باكت سكر سيسل لو انا هعمل قالب كيك كبير زي اللي حضراتكم شايفينه في العرض ده. الثلاثة باكت دول ممكن يكون الباكت الواحد بيحلي معلقه سكر، وممكن لو انا حاسه ان انا بحب السكر قوي اخد الثلاثة اللي بيحلي 2 معلقه سكر. على فكره السكر ده بيدي تحليه حلوه، فيعني ايه احنا نقدر نكتفي ب2 باكت كمان، يعني 3 ده انا عاملاه علشان الناس اللي بتقول انا عايزه طعم السكر، انا ما بقدرش استغنى ان يبقى في حاجه مسكره اني مش هاكل، انا كده انتوا يعني بتضايقونا. فاحنا بنرد، ومن خلال برضو السايت بتاع الدكاتره الخاصه بينا عشان دي حاجات بتحصل وحالات حقيقيه. طيب عندي 5 صفار بيض، انا عندي بالفعل 5 بيضات، هفصل الصفار عن البياض، وعندي معلقه فانيليا، وعندي معلقتين حليب باودر، وعندي 250 جرام من دقيق الشوفان، معلقه بيكنج باودر، وهاخد البياض لوحده هحط معاه برضو، يعني انا هقسم الثلاثة باكت دول، هاخد 2 مع الصفار واحد مع البياض، لان لازم اضرب البياض ده مع رشه ملح وسكر. طيب انا دلوقتي هاخد كده المقادير دي سريعه وبسيطه، ونقدر نلون فيها جزء ابيض وجزء لا. خليني كده ايه اخد بوله صغننه نفصل فيها الخليط ده. البيض لو الحجم البيض عند حضرتك كبير استخدمي 4 بيضات بس كفايه، وممكن لحد 3 بيضات تنجح معاكي الكيك القالب الكبير، مفيش مشكله طالما البيض فريش، السوائل اللي فيه ممتلئة أو جميلة سواء من البياض أو الصفار، خلاص. لكن أنا هنا البيض بصوا بيض بلدي فصغير، فأنا هضطر أن أنا أستخدم الخمس بيضات، خلاص. وهاخد الصفار هنا في جنب، طبعا مهم قوي أن احنا نفصله صح، خلوا بالكم لو نقطة من الصفار جت في البياض هيبقى مش هيتخلط معانا، فنكون حريصين قوي شوية كتير، خلاص. طبعا لو برضو المكان اللي هنضرب فيه البوله مثلا مبلوله، برضو البياض مش هينتفخ معايا ويديني فوليوم، تمام. اقدر اخد من البياض احط في الصفار، لكن العكس لا، يبوظ البياض. كل دي اسباب لو احنا جايين نضرب بياض البيض وما نجحش يبقى مورينج يعني، او يبقى الفوم اللي حضراتكم متعودين. يعني بصوا البيض ما شاء الله البلدي كمان فريش ازاي بيبان، بصوا الصفار بيجري في وبيلمع ازاي، بسم الله ما شاء الله، بسم الله اهو شايفين السوائل طالما قويه وقويه يعني مليانه على اخرها، والبيضه تقيله. تعرفوا البيض الفريش لما تمسكوا البيضه تلاقوها تقيله، البيضه خفيفه تبقى سوائلها بدات تجف. طيب دايما مع البياض لازم رشه ملح، خلاص. هشيل ده، خليكي معايا يا نودي. هاخد بقى كده البيكنج باودر، انت معايا كده، ما انا هعمل كده. هناخد بقى علبه من السيسل اهو، هو في كده الباكتس دي، وهنا بصوا مكتوب عليه اولا السيسل بدون اسبرتام. اسبرتام دي من المواد اللي هي بيقولوا انها دايما بتاثر على البكتيريا النافعه اللي هي بتبقى جوه البطن او المعده، فبتاثر عليها بشكل او باخر على اللونج رن، فهي مش مفضله، وبعدين بعد الشر بتعمل بعدين يعني امراض وحشه. هو هنا بدون مواد حافظه وبيدخل على السخن ومفهوش السكرين خالص، يعني خلينا كده نجرب. انا هاخد 2 باكت، بصوا بقى هناخد بقى اول حاجه كده بوله تانية هناخد فيها الزيت والسكر. انا هاخد السكر الدايت، فانا هحط الزيت كده اللي هو ده 250، ثانيه واحده بس اتاكد. ماشي بسم الله اهو، هنحط مع السكر السيسل، هناخد كده ادي واحد، الواحد بيعادل معلقتين سكر، خلاص ادي 2
ادي 3، بس انا مش محتاجه اكتر من دول كده. يعني احنا عاملين والكيكه تطلع روعه، تشربوا بقى جنب حاجه. نبدا احنا عايزين نقنن، احنا في الاخر هدفنا نقنن من نسب السكر الكتير الابيض اللي بنستغلها لحد ما نستفيد من وجود السكر الدايت ده في المرحله دي، في المرحله دي، وبعد كده احنا هنقلل بطبيعتنا. تعالوا بقى نضرب دول كده مع بعض. انتوا المضرب حاطينهولي فين يا حبايبي؟ ها؟ بس انا بفكر احطهم في الخلاط. والله ليه روحي؟ ما هو جوه، هو انا شفته. لا لا الخلاط. يلا حبايبي هنحط كده الزيت ده، لما هيتضرب هيعمل زي فوليوم كده. بصوا، بسم الله اهو، ده بسكر عشان بس يدي الطعم. ايوه هنضرب بقى الخليط ده شويه. حلوين، لا وما احتاجناش الزبده اهو. بسم الله هننزل بقى صفار البيض، وطبعا هجيب الفانيلا. الفانيليا هاخد منها على الصفار. فين هي؟ اهي، بسم الله شويه، وهسيب نقطه للبياض برضو. خلاص نضرب الخليط. هننزل هنا، شايفين الخليط؟ بسم الله. مش سامعاكوا كويس يا روح قلبي. بصوا بقى، هنحط هنا بقى الاول اللبن الباودر. هجيب بس ويسك. اللبن ده بيدي طعم وتيست حلو، تقدروا تستغنوا عنه لو انتوا عايزين، بس هو بيدي تيست حلو جدا. خلاص ممكن ده يعني عباره عن تقريبا معلقتين. حطينا الفانيليا مع الصفار بس بعد ما ضربنا الزيت مع سكر سيسل او سكر الدايت ايا كان نوع. هنبدا بقى، عندي هنا البيكنج باودر، حط شويه البيكنج باودر على الدقيق، وطبعا ما تنسوش رشه الملح، بتظبط جدا. بصوا هنقلب. اللي عنده شويه جنين قمح او معلقه عايز يحطها تبقى روعه في الكيك، يا سلام لو موجود. هنحط بس الخليط ده كده، بسم الله كده، وتعالوا نقلب هنا. هنحط بقى كمان الزبادي، معلقتين الزبادي دول، هنقلب كده تقليبه. عايزه اقول لكم من الحاجات الجميله، عايز بقى اللي عايز يدعم كمان الطعم ممكن يحط رشه قرفه بسيطه جدا، اختياري. تمام، هنيجي بقى هنا، شيل دول. خلينا بس ايه نجرب كده بالويسك التاني. احنا الويسك بتاعنا فين اهو؟ هناخد كده بوله كبيره نضرب فيها كده شوية بياض البيض دول. بسم الله، بس نديها بس فوليوم كده. ما قلتوش ليه قبل؟ ها؟ لا كده، شايفين؟ ينفع بالايد عادي، وينفع يعني لو انتوا عايزين، مش عايزه ازعجكم، بس انا مش هحتاجه يبقى جامد قوي يعني، بس عايزه اشيل دي.
وتعالوا بقى نقلب تقليبه حلوه ده. هفك بيه بس شويه، عايزينه بقى يبقى يوصل للمرحله اللي فيها زي المارينج، ماشي، عايزينه شويه شويه، وبعدين هحط بالتناوب معاهم شويه الفانيلا اللي بقى، وهنقلب تقليبه. عايز اخد بقى الاسباتيولا وناخد ام محمد معانا. اهلا وسهلا ام محمد، اهلا بيكي. الو، ايوه ام محمد، اهلا وسهلا. ازي حضرتك يا شيف؟ اهلا بيكي حبيبه قلبي، نورتيني وشرفتيني. عامله ايه؟ هلا بخير يا روح قلبي، اتفضلي. ربنا يخليكي كده نورك. تسلمي. لو ممكن بس اسال عن طريقه كنت الحلويات. اه طبعا، انت عايزه تعمليها يعني في البيت؟ اصل الويبين كريم دي، بصي انا عايزه كريم اللي هو اسهل الكريمه اللي هي كريمه الشانتيه ديت، اللي هي ايه معلش؟ اسهل كريمه اللي هي كريمه الشانتيه. اه حاضر، من عينيا الاثنين، من عينيا انا والله. انتوا بتفكروا في حاجات مهمه جدا، وانا بجد عايزه اعمل لكم بيها حلقات، بما اننا بقى بدانا نعمل مصنعات ونعمل. احنا يا رانيا حلقه الحلاوه اتعرضت ولا لا؟ ولا لسه؟ حلقه الحلاوه الطحينيه اتعرضت يوم الاربعاء. اه طبعا ماشي. آه يعني احنا عملنا الحلاوه كمان بكذا طريقه، عايزين بقى نعمل الكريمات، وعايزين نعمل بديل للكريمه، كريمه الطهي كمان، علشان الحاجات دي بجد مفيده وباصبحت مكلفه فعلا. هناخد بقى شويه كده بولتين، هاخد كده شويه من الخليط ده وشويه من الخليط ده وشويه من الخليط، هسيبه فاتح خلاص. شويه هاخد منهم كاكاو وهقلب، كده ماشي حلو قوي كده. كاكاو ده طبعا خام، شايفين؟ نعم. آه والله زي ما انتوا عايزين، عايزين تخففوه احنا؟ لا، هنحط بق ميه. بق ميه بس، احنا مش عايزين نكتر من حاجه. اللي عايز لا طبعا، ده بالعكس، ده احنا لما بنيجي نعمل البيض ده لازم نعقمه، ولما بيتعقم بيتعقم على طريق درجه حراره. لا يا نودي حبيبتي يا ندى، بصوا كده، هاخد كده الخليط الحلو ده اهو، انا مش عايزه اكتر من كده، يبقى الخليط حلو. كل ما يبقى تقيل، خلوا بالكم قوام الدقيق الشوفان تقيل، فاحنا مش هنتعامل معاه زيه زي الدقيق الابيض، تمام. هناخد بقى لون مثلا نلون شويه الباقيين دول، زي مثلا بالاحمر، بما اننا في قناه الاهلي فعايزين ناخد نقطه من اللون الاحمر. يا خبر، ناخد كده ون ايه ون نلون. على فكره الولاد يحبوا قوي الحاجات دي، ممكن تعملوه كب كيكس كمان لو مش عايزين تعملوها قالب كيك كبير. حاضر، حاضر، بسم الله. ها كده ايه؟ طيب يا حبايبي كده اهو، شايفين الجمال؟ وده الابيض. طيب هناخد بقى احنا القالب بتاعنا، حاطينهولي فين يا قطاقيط؟ اهو، هاخد مسحه من الزيت نقطه كده، بسم الله. هو القالب اصلا ان شاء الله مش هيلزق فيه حاجه، لكن تحسبا اللي عنده قوالب عاديه يحط فيها من تحت ورقه زبده، ورقه خبز، ويدهن فوقها خلاص، عشان تبقوا دايما مطمنين ان ايه مفيش حاجه تلزق في الكيك، وده مهم. بصوا كده حلو قوي. هاخد بقى الكميه دي الاول،
الكيك عايز اقول لكم الزبادي ده كمان بيخلي الكيك، معلقتين الزبادي اللي حطيناهم دول بيخلوا الكيك بجد طري جدا حلو ليه طعم كده. وبصوا خلوه كانه خمر يعني نفش، وخلوه فيه طراوه، نسبه السوائل فيه مظبوطه، لان خلوا بالكم دي الشوفان ودايما دي القمح في المعجنات كمان بيبقى خادع شويه. طيب هاخد بقى هنا اللي عملناها بالشوكولاته، هنلعب فيهم بقى كده ايه على خفيف، تبقى كده ايه زي المربلان، دخلهم في بعض بس عشان ما تبقاش منمقه قوي. تمام، غير الزيبرا، الزيبرا مختلفه، الزيبرا بنحط نقطه ونقطه فوقها ونقطه فوقها، نفضل كده لحد لما تبقى كلها طالعه زي بعض، ايه نختمها بالاحمريكه. بصوا بقى شارب السوائل وبقى متماسك، ما تتضايقوش، هو ده القوام عادي. حلو الكلام، كلام جميل زي طمطم، والله وحشني بوجي وطمطم، احنا من الجيل ده على فكره، الجيل اللي هو ايه عايش مع بوجي وطمطم ده. طيب خليني بقى اخد ايه كده، خلاص خلاص هنسيبها بقى دي عشان من الخليط، فانا مش هسيبهم كده، هنزلها وهناخدها الحراره عندي على 180، مفيش اكتر من كده، 180 على الشبكه في النص، دي هتاخد لها 25 دقيقه تطلع وتبقى جميله جدا. ليه 35؟ على حسب لو انتوا عايزين تضاعفوا المقادير او تخلوه معيار ونص، هي لسه هتعلى، فهتعلى تبقى زي اللي احنا معرضينها، حضراتكم عايزين تكبروها عن كده دي حاجه ترجع لكم. اهو هنقفل بقى عليها، ادي النار 180، احنا كنا كده مسخنين الفرن على 200. حلو الكلام، هنبدا بقى نشوف الكيك بتاعنا، عايزين نقطع لكم قطع. طيب نشوف كده عشان تشوفوا الالوان. حاضر ايه محمد، انا بس عايز اشوف السكينه المنشار بتاعتي، محمد تقريبا خدها. ايوه معاك يا دودو. لا الحمد لله اخيرا ما اخدش حاجه من عندي، الحمد لله يا سيدي. حلوه باينه يا ولاد عشان انا مش شايفه. طيب تسلمي ماشي حبيبي، انت بتزعق لي فضل، انا سمعتك حبيبي. بتبقى جميله والله جدا لطيفه. طبعا زي ما انتم عايزين بقى، تكتروا الاحمر، تقللوا، تحطوا لونين كمان، دي حاجه ترجع لكم يعني جميله. المهم بقى ان هي طريه، وان هي طعمها حلو، وان هي السكر بتاعها ما هواش كتير على الحجم بتاعها، فهنقدر نتبسط بيها وناكلها لكل اصدقائنا اللي عندهم مشاكل مع السكر.